السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة نبدأ تاني درس من سلسلة Virtual Labs. النهاردة هناخد الـ VMware Installation Tips and Tricks. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هندرس ازاي، او في الفيديو ده ازاي نسطب الـ VMware، نتعامل معاه ازاي. هناخد شوية تريكس، في يعني شوية تريكس كده في الـ VMware برضو فيما يخص الـ Virtual Network Editor. فلو انت كنت عندك باك جراوند عن VMware، الفيديو ده هيفيدك جدا، هيعرفك حاجات ممكن تكون انت ما تعرفهاش، هيفهمك حاجات ممكن تكون انت عرفتها وما فهمتهاش قوي. لو انت لسه جديد في الـ VMware، برضو دي فرصتك ان انت تشوف نسطب الـ VMware ازاي ونتعامل معاه ازاي. فبسم الله الرحمن الرحيم، ادي الـ VMware عندنا ورك ستيشن 10 بوينت 0.0. نسطب الـ VMware. طبعا تسطيب الـ VMware زي البرامج اللي هي نيكست نيكست فينش، فما فيهوش اي فلسفه خالص في التسطيب بتاعه. برضو احب انوه ان نزل VMware Workstation 11، ولكن انت مش هتلاقي فروقات كبيره قوي يعني ما بين التو فيرجنز دول. طبعا ندوس نيكست هنا، خلينا في الكاستم كده، نرجع تاني نجيب تيبيكال نيكست. تشيك فور بروجكت ابديتس، لا شيلها عشان ما يصدعكش. نقفل في الورك ستيشن، شغلها برضه. ستوب ستوب، اوكي مفتحش. تمام، البرنامج طب هياخد وقت شوية، ف ارجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما البرنامج يخلص. اهلا بكم مرة تانية. طب دلوقتي هو بيطلب السيريال، هنخش على الفيمور هنا السيريال اهو، كوبي بيست. تمام، وبكده خلصنا انستليشن فيموير. نفتح الفيموير دلوقتي. طبعا انا مفترض يعني ان اللي بيشوف فيديو دلوقتي عارف الفيم وير ده هستخدمه في ايه. يعني طبعا فيم وير ده برنامج يقدر يعمل لك ايميوليشن للبي سيز، تقدر تعمل كذا اوبريتنج سيستم على الاوبريتنج سيستم الاصلي بتاعك. طبعا بيفيدك جدا فيم وير في كل الشهادات اللي انت ممكن تحضرها، يعني عندك الام سي اس اي، الام سي اس اي سي سي ان راوتنج سويتشنج، سي سي ان بي راوتنج سويتشنج، وعندك سي سي ان اي سكيورتي، اي شهاده الفيم وير معاك وبيفيدك جدا. طيب دلوقتي فاضل لنا بس ان احنا نعمل ايه، نعمل كرييت للفيرتشوال ماشين، ان احنا نعمل جهاز. بس قبل ما ندخل على الاوبشن ده، عايزين نتعلم تريك مهم جدا 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 في الفيم وير، وهو الفيرتشوال نتورك اديتور. يعني برنامج بجد، يعني البلوجن ده او الفيرتشوال نتورك اديتور، برنامج كده ملحق بالفيم وير، مهم جدا ليك، هيفيدك جدا جدا. تعال نشوف البرنامج ده عباره عن ايه. اولا البرنامج ده يقدر يعمل لك كروت شبكه، او من الاخر كده يقدر يعمل لك شبكات وهميه. تمام، طيب دلوقتي لو انا عايز اكريت كارت شبكه، او اكريت شبكه وهميه، يعني مثلا دي في ام نت 1، او تقدر تقول virtual machine network host only enable DHCP enable host connection connected. ايه معنى الكلام ده كله؟ طيب دلوقتي هيفيدك جدا ال virtual network editor في ان انت تعمل من الاخر كده كروت شبكه تديها للفي امات اللي انت هتسطبها. يعني انا دلوقتي لو عايز اسطب مثلا ويندوز اكس بي، انا عايز اعمل شبكه فيها ويندوز سيرفر 2012 او ويندوز سيرفر 2008، وعايز اعمل مثلا ايه جهاز اكس بي اعمله كانه كلاينت. اوكي، فانا محتاج اعمل شبكه، فمحتاج
هحتاج اجهزه معايا. طب انا سطبت دلوقتي الاجهزه على فيم وير، طب انا هدخل الاجهزه دي مع بعض ازاي؟ لازم يكون لكل يكون لكل جهاز كارت شبكه. اوكي طيب، فدلوقتي عن طريق الفيرتشوال نتورك اديتور انت هتقدر تعمل كروت الشبكه دي. تمام طيب، هبدا بان انا اعمل اول كارت شبكه عندي. دلوقتي هجيب اد نتورك، دلوقتي انا هعمل مثلا كارت شبكه دلوقتي في ام نت 2، هدوس اوكي. تمام دلوقتي بيعمل اسايننج الاي بي بتاعه، السبنت بتاعته. طيب هو دلوقتي كاريت الفي ام نت 2. عندك ثلاث اختيارات تقدر تحط عليها اعدادات كارت الشبكه دي، اما انه يكون بريدجد او نات او هوست اونلي. طيب ايه البريدجد؟ البريدجد يعني كارت الشبكه هيعتبر موجود في السب نت اللي انت فيها. يعني انت دلوقتي مثلا الجهاز بتاعك متصل بالانترنت، متوصل بالراوتر اللي موجود عندك في البيت. اوكي طيب الراوتر ده بيوزع مثلا اي بي، ها اي بي في السب نت 192.168.1.0/24، ده كلام جميل جدا. الجهاز بتاعك مثلا واخد دوت 5، الايفون او الموبايل بتاعك الاندرويد واخد مثلا دوت 6. فلو انت خليت كارت الشبكه على وضعيه البريدجد هيعتبر جهاز مستقل في النتورك بتاعتك، فهياخد مثلا اي بي اللي هو مثلا دوت 10. اما اذا انك عملته نت، فالنت يعني انت بتاخد الاي بي بتاع الجهاز اللي انت مسطب الفي ام اي عليها. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا عندي الويندوز ده، ويندوز سيرفر ده واخد اي بي كام؟ تعال نشوف اي بي كونفج، واخد اي بي 10.0.0.101، ده كلام جميل جدا. لو انت خليت كارت الشبكه على الكونفيجريشن بتاعت النت، يعني هو هياخد الاي بي ده، الاي بي بتاع الاوبريتنج سيستم الاصلي اللي انت مسطب عليه. لكن لو انت عملته بريدجد هياخد اي بي من السب نت دي بس رقم غيره، يعني هياخد مثلا 10.0.0.102. واضح كده؟ طيب الهوست اونلي، الهوست اونلي انت كده بتعامل كارت الشبكه على انه برايفت نتورك، و ده الهدف بتاعنا. احنا عايزين نخلي كروت الشبكه بتاعتنا في الهوست اونلي. ليه؟ عشان انا اما اجي اكريت نتورك على الجي ان اس 3، ودي هناخدها ان شاء الله قدام. لا حول ولا قوه الا بالله، نعمل بس اكزيت للاي دي ان عشان ما وجعناش دماغنا، فنرجع للموضوع تاني. فانا عشان انا قلت دلوقتي عايز اخلي كارت الشبكه على الهوست اونلي. ليه؟ عشان اما اجي اعمل نتورك على الجي ان اس 3 هيفيدني جدا 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 ان انا اعمله على الهوست اونلي. انا عايز اعزل اي نتورك هصممها او هتدرب عليها عن النتورك الرئيسيه او الخارجيه بتاعتي. واضح كده؟ فانا هخلي الفي ام نت 2 هخليه على هوست اونلي، واخلي برضو في ام نت 1 برضو موجود على الهوست اونلي. فاضل لك بس ان انت حاجه مهمه جدا جدا جدا، شيل الدي اتش سي بي، شيل الدي اتش سي بي. ليه؟ لو انا مثلا بفرض تعالوا مثلا نشوف مثلا النتورك دي، نشوف النتورك دي مثلا. انا دلوقتي عندي الجهاز ده، الجهاز ده مثلا معمول على في ام نت كام؟ ده معمول على في ام نت 3. واضح كده؟ طيب معمول على في ام نت 3. طيب في ام نت 3 انا عاملها على الهوست اونلي. واضح كده؟ والمفروض باي ديفولت لو انا عملت في ام نت 3 كريتها هيطلع الدي اتش سي بي بتاعها انيبلد. الدي اتش سي بي سيرفر اللي بيدي اي بي هات لاي جهاز الكارت بتاعه في ام نت 3. واضح كده؟ هياخد اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر ده. طب انا عندي مشكله ان انا دلوقتي عندي في ام نت 3 ده، انا مش عايزه ياخد اي بي من الدي اتش سي بي اللي هو تابع للفي ام وير، انا عايزه ياخد مثلا من الراوتر ده. واضح كده؟ فانت لو عملت الدي، لو انت مثلا كريت في ام نت 3 ده وخليت الدي اتش سي بي بتاعه انيبلد، هنا انا خليته هنا انيبلد، هو اصلا باي ديفولت انيبلد، فهيصبح قدام الفي ام نت 3 2 دي اتش سي بي سيرفر. دي اتش سي بي سيرفر انا عامله على الراوتر هنا، ودي اتش سي بي سيرفر تبع الفي ام وير، فهياخد يا اما من الراوتر يا اما من الفي ام وير، وفي اغلب الحالات بياخد من الفي ام وير وبياخد اي بي من السب نت ده. واضح كده؟ يعني هنا 192.168.2.0، وانا عندي الراوتر اصلا الدي اتش سي بي سيرفر بتاعه 10.0 البول 10.0.0/24. واضح كده؟ فانت دلوقتي عايز الفي ام 3 ياخد من الراوتر فقط، مش ياخد من في ام وير، فانت بتشيل التشيك بوكس دي، تشيل منها الدي اتش سي بي. طبعا انا ملحوظه في بعض الناس بيقولوا ايه، يعني خصوصا الناس الخبره شويه، يجوا يشوفوا الفيديو ويقول لك يا احمد انت هتفتي ولا ايه؟ هو الفي ام نت دي اصلا دي عباره عن شبكه كمفهوم شبكه. واضح كده؟
مش مفهوم كارت شبكة. يعني ايه الفرق بين مفهوم شبكة ومفهوم كارت شبكة؟ طيب مفهوم شبكة ان انت دلوقتي تعتبر دي، يعني دي عبارة عن نتورك كاملة ممكن تكون فيها كذا جهاز جوه. يعني انا دلوقتي مثلا ممكن انا دلوقتي وصلت في ام نت 3 هنا صح كده؟ طيب انا ممكن اجيب جهاز دلوقتي، هناخد الكلام ده قدامنا يا جدعان في الـ في الـ في الجينيسيس 3 تمام، وهضيف اهو على في ام نت 3 اهو تمام. يعني انا دلوقتي عندي جهازين في جوه الفي ام نت 3. فبعض الناس بيقولوا ايه ده الفي ام نت دي عباره عن شبكه مش كارت شبكه. انا بحب اعتبره على اساس انه كارت الشبكه، عشان خصوصا الناس اللي انا بدرس لهم عشان ما يتلخبطوش تمام كده. اعتبر الفي ام نت دي عباره عن كارت الشبكه. اوكي طيب انا دلوقتي لو انت عايز بقى تكريت بقى كروت الشبكه بتاعتك، يعني انت خلي بالك ان انت حاول تكريت لك مثلا على اقل يعني 10 كروت شبكه على الفيرتشوال نتورك. ليه؟ لان انت هتقابل لابات مثلا هتحتاج 10 اجهزه معاك، ف ادي لكل جهاز، ادي لكل جهاز في ام نت، يعني كل جهاز هياخد في ام نت من هنا. واضح كده؟ هتحس قوي بالموضوع ده، هتحس بقيمه الاعدادات دي اما نيجي نعمل اما نيجي نسطب في ام 100، اما نيجي نسطب جهاز تمام كده. طيب انا هطلع بره السيرفر ده. طبعا انا يعني ايه، انا بسطب لك الفي ام وير جوه فيرتشوال ماشين. خلي بالك بص، يعني انا مسطب اصلا ويندوز سيرفر جوه في ام وير، ومسطب جواه الفي ام وير. طب ليه؟ عشان اوفر على نفسي وانا بدل يعني بدي الفيديو او بدل بسجل الفيديو، اوفر على نفسي ان اشيل الفي ام وير عندي هنا تمام، احطه تاني عشان اوريه لك والكلام ده كله. لا انا بوريه لك هنا. فانت دلوقتي شفت التسطيب بتاعه. اوكي طيب احنا في مرحله ايه دلوقتي؟ عايزين نشوف ازاي نسطب في ام 100 تمام. هنفتح الفي ام وير. انا طبعا مسطب عندي بص سي او سي ام، مسطب بي سي 1 ده ويندوز اكس بي، مسطب بنتريتور انا مسميه بنتريتور ده باك تراك، عندي كالي لينكس، عندي الاي او يو، عندي السيرفر ويندوز سيرفر 2012. طيب دلوقتي انا هسطب دلوقتي انا هسطب في ام 100. هنطلع على فايل، هنجيب نيو فيرتشوال ماشين. تعمله كاستم ولا تيبيكال؟ تيبيكال يعني كانك رحت لمحل كمبيوتر وبتقول للراجل انا عايز جهاز يشغل لي مثلا بيس 2015. فالراجل بيقول لك اوكي انت عايز كيسه يعني بتشغلك بيس 2015، خد يا عم ادي الكيسه اهي تمام. لا انت قلت له الرامات بتاعتها كذا، ولا كارت الشاشه كذا، ولا البروسيسور كذا، ولا المذر بورد مثلا فيرجن بتاعتها كذا. اوكي فاحنا طبعا يعني انت هنا كانك بتقول للفي ام وير اعمل لي جهاز، وانت ما بتقولوش الامكانيات بتاعتك ايه. لكن انت دلوقتي عايز تحدد الامكانيات بتاعتك، لان كل جهاز انت هتسطبه، يعني احنا مثلا على الفي ام وير هنسطب سي او سي ام، على الفي ام وير هنسطب مش عارف ايه، فانت لكل حاجه من دول هنسطب مثلا كال لينكس، فلكل في ام 100 من دول، لكل في ام 100 من دول امكانيات مختلفه. وبنحاول ان احنا نكستمايز الامكانيات دي، نحدد الامكانيات دي بحيث ان الجهاز بتاعك يستحملها. فاحنا هنجيب كاستم الهاردوير كومباتيبلتي. لو انت عملته على الفيم ورك ستيشن 10، انت دلوقتي عندك الليميتيشنز بتاعتك، رامات 64 16 بروسيسور 10 نتورك ادابترز. هنجيب نيكست. ده الجست اوبريتنج سيستم انستوليشن، ده عشان تحدد الايزو اللي انت هتسطب بيه. يعني انت دلوقتي هتسطب ويندوز اكس بي مثلا، فانا محتاج الملف الايزو او ملف الاسطوانه الوهميه بتاعه ويندوز اكس بي. يستحسن اعمله I will install the operating system later. Next. دلوقتي انا هسطب ويندوز اكس بي. اوكي نجيب مثلا هنا، ان انت فوق هنا بتحدد الاوبريتنج سيستم وتحت بتحدد الفيرجن، فانت عندك مثلا ويندوز اكس بي بروفيشنال. نكست. هتحطه فين؟ هترمي الملفات فين بتاعت الفي ام وير اللي اسمها اكس بي بروفيشنال؟ هو هنا باي ديفولت بيرمي لك في السي. طبعا يستحسن ان انت ترميها في، تعمل لك ملف كده زي ما انا عامل. يعني بص انا دلوقتي عامل ملف محترم كده اسمه في ام في امز تمام. جوه الملف المحترم ده انا رامي كل الفي امات اللي انا مسطبها، او المكن اللي انا مسطبه على في ام وير. فانت بتعمل لك فولدر في بارتيشن عندك فاضي او في مساحه عشان ما تعملش لود على مساحه السي، وبتحطه جواه الفي ام وير بتاعك او الفي ام اي بتاعتك. فانا دلوقتي اسميها مثلا بي سي 2. اوكي وانا مش عايز يبقى اسمها ويندوز اكس بي بروفيشنال، عايز اخليها مثلا بي سي 2. نكست. البروسيسور خليه مثلا واحد واحد، مثلا نخليه هنا 2 والكور 1.
الرامات طب خليها مثلا خليها 512 زي ما هي. دلوقتي اعدادات كارت الشبكة نخليها نت دلوقتي وهنغيرها قدام. يعني احنا دلوقتي هنا او ممكن مثلا نعملها دونت يوز والنتورك كونكشن. يبقى احنا كده اجلنا حاجتين، اجلنا ان احنا نحدد له الايزو، واجلنا كمان الكونفيجريشن بتاعت النتورك. نيكست خليها اي دي اي، لكن لو سيرفر تعملها اسكازي. كريت نيو فيرتشوال ديسك، نيكست. نخلي مثلا اي مساحه انت عايزها طالما انت عامله دايناميكلي. اوكي، يعني ايه دايناميكلي؟ يعني انت من الاخر دلوقتي حددت 100 جيجا للمكنه دي، تمام؟ لو انت دوست allocate all disk space now هيقطع لك ال 100 جيجا من الهارد بتاعك، هيقطعها لك يعني على طول دلوقتي هيقطعها لك، تمام؟ لكن لو انت سبتها، سبت التشيك بوكس دي فاضيه، فهيستخدم ال 100 جيجا دي، يعني هتبقى utilized. يعني ايه؟ انت دلوقتي مثلا واخد 10 جيجا، يبقى انت يعني انت مثلا دلوقتي سطبت شويه برامج خدت من السي 10 جيجا، او خدت من التوتال المساحه بتاعت الويندوز خدت 10 جيجا، فانت هياخد من الهارد بتاعك 10 جيجا. والله خد 20 هياخد 20، لكن انت لو حطيت allocate all space now all disk space now هياخد لك ال 100 على الجاهز كده مشفي، واضح كده؟ فانت بتشيل دي عشان ما تقطعش ال 100 جيجا حاليا، تمام؟ لانك مش هتستخدم ال 100 جيجا دي، مش هتستخدمها. هندوس نيكست، هنخليها split virtual disk into multiple files. نيكست، هندوس finish، وطلع لي اهو ال PC2. دلوقتي بقى ايه، هنحدد شويه حاجات. هنجيب طبعا، خلي بالك اهو، edit virtual machine settings. هنروح على ال CD DVD IDE use ISO image file، هنحدد ملف ال ISO. نروح على E where ويندوز اهو، ده ويندوز اكس بي فين؟ هو ده، تمام. كارت الشبكة بقى، احنا ما عندناش هنا كارت، اي كارت شبكة، واضح كده؟ فهنجيب اد وناخد نتورك ادابتر. هنا بقى هنخليه على ايه؟ انا هخليه، بصوا انا مكريت كروت الشبكة دي لحد في ام 13، واضح كده؟ وكله شايل منه الدي اتش سي بي، خلي بالك، الا في ام نت 2 انا مخلي الدي اتش سي بي enabled فيها. هتعرف ليه؟ لان الفي ام 2 دي هديها للاي او يو سيرفر، فده هناخدها ان شاء الله ليها فيديو مستقل للاي او يو ده. واضح كده؟ فمثلا انا هدي مثلا في ام 4 مثلا. اوكي، دوس فنش. يعني خلي بالك، طبعا دوس هنا اوكي. خلي بالك انا جبت هنا الفيرتشوال نتورك اديتور، اوكي، بكريت كارت شبكه من الاد نتورك وبخليه على الهوست اونلي، وبعدين بشيل اليوز لوكال دي اتش سي بي سيرفيس تو ديستريبيوت اي بي ادريسز تو في امز، واضح كده؟ تمام. وبعدين بروح على الفي ام اي ذات نفسها وبحدد لها كارت الشبكه اللي انا مكريته، واضح كده؟ ارجو ان الموضوع يكون مفهوم. طيب دلوقتي اقوم الفي ام اي، طيب دلوقتي بيسطب ال ويندوز اكس بي. ارجع لكم ان شاء الله بعد ما اخلص تسطيب باذن الله. اهلا بكم مره تانية. دلوقتي احنا خلصنا تسطيب الاكس بي، فاضل بس ايه اللمسات النهائيه كده. بل بس ايه، ما يفتح الديسكتوب. نعمل بس حاجة بسيطة جدا، مثلا ناخد جهاز من هنا،
طبعا الكلام ده يعني شغل الجينيس 3، هناخده ان شاء الله الفيديو الجاي. نسميه مثلا اكس بي، تمام. هنوصله، انا كنت موصل اكس بي على بيم نت 4، تمام. المفترض ان انا عامل دي اتش سي بي اي بي هنا للراوتر، فبالتالي المفترض ان البي سي ده ياخد اي بي من الراوتر ده، واضح كده؟ بير فعلا بالظبط، هو فعلا واخد اي بي، خد اي بي 10.0.0.102، عظيم جدا. فاضل حاجة أخيرة، إن إحنا عايزين نسطب إيه الـ VMware Tools، نعمل Administration VMware Tools. الـ VMware Tools ده عبارة عن إيه؟ بمنتهى البساطة جدا بيقابلك مواقف إن أنت عايز تنقل برنامج، تحط برنامج جوه مكان عندك، يعني برنامج مثلا عندي هنا أي فايل، مثلا أنا عايز مثلا أنقل الفايل ده، عايز أنقل الفايل ده جوه المكنة، تمام. فبالتالي أنا عشان أعمل كوبي وبيست جوه المكنة هنا، فبالتالي محتاج اسطب ال VMware Tools. بيعلي performance بتاع المكنة معاك جدا، ولكن الميزة الرئيسية فيه ان انت تقدر تكابير او تنقل الملفات من ال PC بتاعك، الجهاز بتاعك، للمكنة والعكس. وبرضه تسطيبه سهل جدا، برضه زي ال VMware Next Next Finish، مفيش أي مشكلة. Next Install، دلوقتي خلصت تسطيب ومطلوب ان احنا نعمل ريستارت. بس ايه، نظبط الريزوليوشن. هو الريزوليوشن اتظبط لوحده من الـ VMware Tools اصلا، بس برضه ننزل مثلا ايه، كستمايز الديسكتوب، ماي نتورك بليسز فور ماي كمبيوتر ماي دوكيمنتس، ابلاي، اوكي. تعالوا نجرب مثلا ايه، نكبير ملف مثلا ايا كان، يعني مثلا التكست ده، خد كوبي بيست، نقل لك الايه، الملف اهو، واضح. فتعالوا نلخص الموضوع تاني. احنا دلوقتي سطبنا الفيم وير تولز، الفيم وير سطبنا الفيم وير، و تاني حاجه بتظبط الفيرتشوال نتورك اديتور، بتعمل كروت الشبكه بتاعتك. طبعا يستحسن تعمل لك كده قبل ما تسطب، قبل ما تسطب الجينيسيس 3، يستحسن ان انت تعمل لك مثلا بحدود 13 15 كارت شبكه، وتخلي كارت منهم على الاقل الدي اتش سي بي بتاعه انيبلد، وتشيل الدي اتش سي بي من كل كروت الشبكه اللي عندك، واضح. الا كارت واحد بس تخلي الدي اتش سي بي بتاعه انيبلد، ده هنستخدمه في الاي او يو. انا خلصت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.